العشوائي عصام يوسف. مساء الخير ضيوفنا ومشاهدينا الكرام وطلبة جامعات مصر. طيب مالناش حد بس مالناش حد بس ركز مع الفيديو. امتى اعمل شيفت كارير؟ مسؤوليه العباقره كبرت جدا لدرجه ان موضوع ان انا شيفت كارير ما بقاش موضوع سهل. ان انا اغير الكارير دلوقتي وابعد عن العباقره واروح مكان تاني موضوع صعب، صعب جدا، لان العباقره بقى مسؤوليه. مسؤوليه كبيره جدا. وانا خدتها على عاتقي ولازم اكمل بيها. ليه؟ النهارده الولاد مصدقين فيا. مصدقين فيا جدا. واثقين فيا. انا بيبقى في ايديا الاسئله وهم مصدقين في ان انا مش بحاول اساعد حد. دي نقطه مهمه جدا وصعبه جدا جدا لا تتخيلها، لا تتخيل صعوبتها. ان انا بحب الهرم الثانويه بنات. لو قلت لي النهارده كنت تتمنى ترفع الكاس تسلمه لمين؟ اقول لك اسلمه للهرم الثانويه بنات بدون تردد. بس ايه اللي حصل؟ ما كسبوش. مش بيدي ولا هقدر اعمل حاجه. هنا هي دي نقطه الثقه اللي بيني وبين الطلبه، ان هم عارفين ان انا ما بهزرش، عارفين ان مش هجامل حد، عارفين ان انا هراعي ضميري في اتخاذ القرار. مفيش هزار، ما بهزرش. عشان كده عرفت صعوبه شغلانه اتنين، الحكم في الماتش والقاضي. يا نهار ابيض، ده الاثنين دول بيقاسوا. انا بقالي دلوقتي، انا داخل دلوقتي الموسم الخامس للمدارس والموسم الاول للجامعات، حكم بقالي فوق الكام ماتش؟ كل موسم قول 30 في 6 حوالي 200 ماتش. فانا بحكم بقالي 200 مباراه. فانك لما تقف تحكم 200 مباراه والناس واثقين فيك، دي مهمه صعبه جدا 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 جدا، شبه مستحيلة. فعشان كده كان الله في عون القاضي وكان الله في عون الحكم. ليه؟ لان ممكن الحكم يتعاطف زي ما انا متعاطف مع الهرم الثانوية بنات. انا فعلا بحبهم وكنت حزين انهم ما كسبوش، بس الحظ ما كانش معايا. خلاص خلص الموضوع بالنسبة لي. بس هم بنات حاجة تشرف وتفرح، ما اقدرش اقول لك كده. عندنا موقف كل حلقة، عندنا حكاية. أنا بقيت كل حلقة دلوقتي بروح وسط الطلبة اللي بيعيطوا وأقف معاهم. وبعدين أنا بقى عندي بنت بتجاوب وبتعيط وإجابتها والإجابة صحيحة يعني. فبقيت أقول لها إجابتك صح، بتعيطي ليه؟ ولو إجابتك غلط هتعملي إيه؟ وألاقي واحدة بنت بتعيط قبل ما أقول السؤال، فأروح لها أقول لها أنت بتعملي إيه فيه؟ تقول لي خايف أخسر. أقول لها ما هم كمان خايفين يخسروا، بس إحنا ما عندناش حد بيخسر. كلنا بنكسب، محدش هنا بيخسر. احنا بنعمل عمل محترم جدا، كلنا بنتعلم منه وكلنا بنكسب منه. وده ينقلنا لحد مهم جدا، هو البنك الاهلي. البنك الاهلي الحقيقه من غيره ما كانش فيه برنامج عبقري. ليه؟ البنك الاهلي خد الريسك. وانك تاخد الريسك مع برنامج جديد مذيع لاول مره، مسابقه ما بين طلبه، يعني انت بتاخد ريسك في عوامل مختلفة. بس هو كان عنده الرؤية، البنك كان عنده الرؤية، من شهاب الدين كان عندها رؤية، كانت شايفة اللي أنا بقوله، كانت حساه، كانت مصدقاه. فوقفت معايا قصاد مجلس الإدارة. قلت لهم لا، احنا لازم نعمل البرنامج ده. مصر محتاجة البرنامج ده. مصر محتاجة فعلا نشوف ولادها. وكان عندها ثقه ويقين جدا في نجاح البرنامج. وقد كان. ليه بقى؟ مفيش حاجه اسمها مدارس حكوميه ومدارس دوليه، الناس مش فاهمه. في طالب. بس قبل ما اكمل على الطالب عايز ارجع تاني لملف المدرس. المدرس لو انا صاحب قرار، اول قرار هاخده ان احنا نعدل ظروف المدرس. نفسيا، اجتماعيا، ماديا، ادبيا، علميا، كل حاجه. لو اهتمينا بالمدرس واهتمينا بشان المدرس احنا نجحنا. اي حاجه تتعمل غير كده مش هتؤدي الى نجاح. ما نرجع نشوف سنغافوره عملت ايه، ونرجع نشوف فنلندا عملت ايه، والدنمارك عملت ايه، ونرجع نشوف المانيا عملت ايه. ما المستشاره الالمانيه قالت بمنتهى الوضوح،
لما القضاء طلبوا تعديل مرتباتهم زي المدرسين، ردت عليهم وقالت لهم حاجة مهمة جدا، قالت لهم ازاي حسويكم بالعلموكم، حاجة غريبة جدا. احنا هنا في مصر لا، المدرس بياخد اقل من اللي علمه. طب ازاي؟ ما ينفعش. فاحنا مهما عملنا، جبنا لهم تابلتس، جبنا لهم، لا لا، كل الكلام ده مش هينجح. مقصودة مش الهدف ان انا اجيب الطالب عشان يجاوب على السؤال، انا هدفي عندي معدل فريم بتحرك فيه، الفريم ده 60-70%، ما قلش عن 60-70% في الاجابات الصحيحه، ويبقى فيه عندي 40% معلومه جديده انا عايز اديها. ما انا لو انا جايبك عشان تجاوب يبقى انا ما علمتكش حاجه، بس انا لما اجيبك واخليك تجاوب شويه واعلمك شويه يبقى انا عندي اضافه. فانا مش من الهدف ان انت تيجي تجاوب، لا خالص، الهدف ان انت تجاوب على حاجات وتتعلم حاجات.